الرئيس السيسي يوجه بضمان توفير كل الخدمات اللازمة للمركبات ومرتادي الطرق الجديدة. بكين تقول إن المحادثات الصينية الأمريكية في ألاسكا كانت صريحة وبناءة. الصحة تعلن تسجيل 645 حالة إيجابية جديدة بكورونا و40 حالة وفاة. الثانية صباحاً، 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان توفير كل الخدمات اللازمة للمركبات ومرتادي الطرق الجديدة للأهمية الكبرى لتلك المحاور في تعزيز عملية التنمية وتنظيم الحركة المرورية وسرعة التنقل. توجيهات الرئيس جاءت خلال تفقده الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الجولة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسة وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة محور الشهيد ومحور شينزو آبي، كما اطلع على مستجدات الأعمال الجارية لتطوير مدينة الأمل والموقف التنفيذي لعدد من المحاور والطرق بمنطقة التجمع الخامس. أدانت مصر بأشد العبارات استهداف قوات الحوثي مصفاتا لتكرير البترول في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة العربية السعودية. وأكدت مصر عميق شكبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التي تمثل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق، وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة. وجددت مصر وقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية. أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالجهود المهمة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إنجاح جلسات الحوار الوطني بالقاهرة. وخلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية لحركة فتح، أكد عباس أن مصر ستبقى دائما السند للقضية الفلسطينية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. ورحب أبو مازن بالنتائج الإيجابية لجلسات الحوار الوطني الأخيرة التي عقدت في القاهرة، مؤكدا أهمية ترجمة هذه النتائج لصالح سير العملية الديمقراطية وفقا للمدد الزمنية لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. قال المسؤول الدبلوماسي بالحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي إن المحادثات التي أجريت بين بكين وواشنطن في ولاية ألاسكا كانت صريحة وبناءة ومفيدة، لكنه أشار إلى أنه لا تزال هناك بعض الخلافات المهمة بين الجانبين. من جانبها، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات بأنها كانت جادة. وأجريت المحادثات على مدى يومين، وشهدت جلستها الافتتاحية تبادلاً للانتقادات الحادة بين الطرفين على خلفية ملفي حقوق الإنسان والطموحات الجيوسياسية. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 645 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة. وأشار دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إلى خروج 433 متعافياً من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 149 ألف حالة. أكدت منظمة الصحة العالمية أن فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا تفوق مخاطره. وأوضحت المنظمة أن اللقاح لديه قدرة كبيرة على تجنيب الإصابات بكورونا وخفض حالات الوفاة في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن البيانات المتاحة لا تشير إلى زيادة في حالات تجلط الدم بعد تلقي لقاح كورونا.
مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز، وفي النهاية نحيط علم سيادتكم بأن تردد إكسترا نيوز الجديد هو 11785 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب رأسي. شكرا لكم ونلقاكم من جديد مع موجز أهم الأخبار على رأس الساعة.